السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ لو انت بتركب اوبر وانت راكب كده اوبر، او انت مثلا بتستخدم العربيه بتاعتك وبتفتح اي نافيجيشن، مثلا اي ابلكيشن نافيجيشن زي مثلا بيقول لك او جوجل مابس او مثلا بتاع ابل مابس ده، وانت ماشي يقول لك مثلا لا حود تشينج روت، يعني حود قبل، يعني احنا كنا ماشيين مثلا في طريق مستقيم فحود مثلا خش يمين، وبيقول لك ان المكان اللي انت كنت هتمشي فيه ده مكان مزدحم. طب هو بيعرف منين ان انت مكان مزدحم؟ بص بقى، في الموبايلات بتاعتنا حاجه اسمها شبايه كده، الشبايه دي بتبقى زي تقنيه كده محطوطه في الموبايل، في بورده الموبايل، اسمها اكسلروميتر. الاكسلروميتر ده وظيفته، يعني وظيفته كليا ان هو بيحسب الموشن اللي بتحصل في الموبايل. الموشن دي اللي هي ايه؟ الحركه اللي بتحصل في الموبايل. طب ايه اللي جاب الحركه لل يعني المواصلات وكده؟ هقول لك، لما انت بتركب مثلا عربيه، فانت بتفتح اللوكيشن ده اللي هو الموقع، بتفتحه من على الموبايل بتاعك. فجوجل مابس او اي ابلكيشن تاني على حسب المستخدمين، لو كتير هيبقى افضل، وجوجل مابس ده اعلى نسبه مستخدمين عليه. المستخدمين دولت لما اول ما بيفتحوا اللوكيشن دي بيبتدي بيلقط جوجل مابس، بيلقط الموشن بتاعتهم، بيلقط من الاكسلروميتر، بيلقط هل العربيات دي واقفه ولا لا. لو لقاها واقفه يعرف، لو طبعا عدد اشخاص كتير في نفس المكان ولقى الموشن بتاعهم واقف زي ما هو، فبيقول لك ان المكان ده فيه ازدحام مروري، فمن الافضل انك تعمل تشينج روت، فمن الافضل انك ما تمشيش في الحته دي. فعشان كده اي ابلكيشن زي اوبر او زي جوجل مابس او مثلا زي ابل مابس، حاجات زي كده كتير يقول لك بيستخدموا الحاجه اسمها الاكسلروميتر. الاكسلروميتر ده اللي كمان مسؤول عن وظيفه التدوير اللي هو الروتيشن بتاع الموبايل. يعني انت ماسك الموبايل في وضع البورتري اللي هو الوضع العادي اللي انت ماسكه كده، وبتيجي تعوجه كده عشان تتفرج على الفيديو بالعرض اللي هو اللاندسكيب، ده الاكسلروميتر ده اللي بيستخدم، عامل زي ميزان الميه. اول ما بتبقى كده بيبقى ثابت، لو بقى فيه فقاعه هواء كده، لما بتجيبه كده بيبتدي فقاعه الهواء تنزل لتحت، لما بتجيبه كده فقاعه الهواء بتطلع لفوق، وهكذا. الاكسلروميتر ده زي الميزان اللي بيتحط في الموبايل. فعشان كده اي ابلكيشن بيستخدم نافيجيشن دي اللي هي الملاحه اللي هو فيه تحرك كده، بيعتمد اعتماد كلي على الاكسلروميتر. الاكسلروميتر ده هو ده اللي بيدي زي اشارات للابلكيشن ده او للتطبيق ده، يقول له ان المكان ده، ان صاحب التليفون ده واقف، فيضطر ان الابلكيشن مثلا زي جوجل مابس يضطر يعمل زي تحليل للمكان، يعني للاريا اللي هو فيها او الموقع اللي انت قاعد فيه، فيبتدي يشوف مثلا في حوالي 200 300 مستخدم واقفين في نفس المكان والموبايل ثابت ما بيتحركش، فكده بيعرف ايه؟ ان الحته دي فيها ازدحام مروري. الاكسلروميتر كمان في حاجه كويسه قوي، في ان هو بيحسب الطول بتاعك، بيحسب الوزن بتاعك، بيحسب انت مشيت قد ايه. حتى انت لو انت بتلاحظ ان ممكن لو انت مشترك على مثلا، انا نفسي مثلا مشترك على سامسونج هيلث اللي هو يعني الحاجات تبع الرياضه بتاعت سامسونج، فلما بفتح اللوكيشن او بقفله وباجي امشي كتير، الاكسلروميتر ده بيتحرك. طبعا لما بكون حاطه في جيبي بيقعد يتحرك، اللي هو ما احنا قلنا زي من الاول زي الميزان، فبيجي يقول لي بعد ما احنا مشيت كتير، يقول لي محمد انت مشيت مثلا وليكن 500 خطوه، وليكن 700 خطوه، ونتيجه ال 700 خطوه بيعمل عليها اناليسيس زي مثلا زي تحليل تاني، يقول لك انت مثلا حرقت مثلا وليكن 100 سعر حراري، ولو وانت كده لو انت مشيت اكتر، لو انت مثلا مشيت تاني هيقول لك مثلا انت كده اتشيف التارجت داي اللي هو الديلي تارجت، اللي هو احنا بنحط لك مثلا زي وليكن 700 خطوه او 800 خطوه تمشي عليهم كل يوم عشان تحرق مثلا وليكن سعر حراري معين. هو ده. فالاكسلروميتر ده مهم جدا جدا جدا، عشان كده بيعتمد عليه شركات كتير قوي بتعتمد على الاكسلروميتر اللي في تليفونك. بس كده، كان معكم محمد تحسين قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.